بنلاحظ كده حرب عماله بتحصل ما بين الشيوخ والناس، حرب تحت الحزام. يعني يطلع مثلا الشيخ مظهر شاهين على المنبر او في اي مكان ويضرب فيه الشيخ عباس شومان وكيل الازهر الشريف، ويقعد يقول لك اصله كان مع الاخوان ومش عارف ايه، وكان مع الاخوان ومش عارف ايه وتلون، وكانه يعني الشيخ مظهر ما تلونش. مش دي قضيتنا برضو النهارده؟ بقى على صفحته على الفيسبوك، النهارده في صفحته على الفيسبوك صفحه قدام حضراتكم ومعانا الفيديو، الشيخ بقى عباس شومان قرر ان هو يضرب هو كمان تحت الحزام. مش معنى انا يعني هتقول عليا ان انا كنت اخوان، هقول لك انت كمان كنت اخوان. وقام نشر له الفيديو وهو بيبوس ايد صفوه حجازي، هنشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم تاني. الفيديو مش موجود؟ طيب لحد ما الفيديو يجهز هكلمك برضو في الحته دي، انه الشيخ عباس شومان الناس طلعت له من على الفيسبوك واحنا جبنا هذه القصص ليه وهو بيدعو من الاخوان، وقلنا انه حتى الدعم الاخوان مش مشكله، لكن تنصل الرجل من هذا الدعم هو اللي بيبين ان مشكلتنا مش في انه كان اخوان او ما كانش اخوان، لانه احنا ما نقدرش نجزم في هذا الموضوع. فهنذيع الفيديو قدام كده قدام حضراتكم راشز ونشوف هو رد على العمليه بتاعه الشيخ مظهر شاهين ازاي. شوفوا يا جماعه الشيوخ بتوعنا بيردوا على بعض ازاي دلوقتي، مش مثلا بمعركه فكريه حاده لمصلحه الاجتهاد غير الخطاب الديني، لا احنا بنرد على بعض او شيوخنا بيردوا على بعض بالضرب تحت الحزام. هو قال له ادي حته من الفيسبوك بتاعك وانت بتدعو مرسي وبتقول ان هو خليفه المسلمين ومش عارف ايه، وزعله مظهر شاهين، زعل الشيخ عباس شومان الفيديو بتاع، فقام جايب له بقى ايه، بص اللقطه بتاعت بوس الايد بتاع صفوت حجازي، وعمال بقى يعيدها له ويزيدها له، خد بقى خد، مش بتزعل انت الخطبه بتاعتي قدام مرسي وانا بقول له ربنا معاك، انا هزعلك وانت بتبوس ايد صفوت حجازي. وكان شيوخنا بيعملوا الحاجات اللي كنا زمان بنقول ما يعملهاش غير خناقات الحواري. انا عملت المقارنة دي علشان برضو اقول لحضرتك انه تحس بالخطر هنا، تحس بالخطر لما يكون رموز المجتمع دي طريقة خلافاتهم، ضربة تحت الحزام، ضربة من نوع البلدي، انا اسف الرخيص، تحس هنا بالخطر، لانه اللي بيعملوا كده اعتقد ما عندهمش لا وقت فراغ ولا ذهن صافي ولا نيه خالصه علشان يقعدوا على ترابيزه واحده يواجهوا هذه الافكار المتطرفه بخطاب ديني مستنير ومعتدل. لكن الحمد لله ان الازهر الشريف في رجاله تانيه وشيوخ تانيه قادرين ان هم يعوضونا عن هذه المهازل وهذه المآسي. اختم معاكم بقى بالصحافه العربيه. الصحافه العربيه النهارده هنبداها من موقع 24 الاماراتي اللي ناشر حوار مهم الحقيقة جدا مع رئيس المجلس السابق وعضو الائتلاف السوري المعارض عبد الباسط سيدة. في هذا الحوار الراجل قال ان الضربات الجوية اللي وجهها التحالف الدولي لمناطق داعش او لسلاح داعش لم تأتي بأي نتيجة على الاطلاق، وانه كأنها لم تحدث، وانه بعد 3 شهور لم تحل الازمة، وهو شايف ان حل الازمة دي في انه رحيل نظام بشار الاسد والقضاء على داعش. طب ما احنا كلنا عارفين، بس حتى المعارضة السورية لا تتحرك في هذا الاتجاه. أنا رأيي بقى حضرتك يا أستاذ عبد الباسط إنه الحل الأساسي لأزمة سوريا أن تتوحد المعارضة على كلمة سواء، قبل ما المعارضة تطالب بضرب داعش أو بترحيل الأخ بشار الأسد، المعارضة السورية عليها أن تقدم للناس نموذج حي في التوحد على كلمة لإنقاذ الشعب السوري. في الشأن السوري برضو على صعيد المبادرة المصرية الروسية اللي بتتكلم عنها الصحافة العربية لحل الأزمة السورية، موقع العربية ناقل عن الصحف السعودية بعض الأخبار بتقول إن في جهود روسية من أجل حل الأزمة الروسية بجمع زي ما قلنا أطياف المعارضة السورية ضد النظام في حوار. اجمعوا المعارضة الأول تتكلم وبعد كده المعارضة تقعد مع النظام في حوار لخلاص من داعش. الجديد في هذا الكلام اللي نشره موقع العربية انه مصر بتمهد الطريق او شريك في هذه المبادرة عن طريق تمهيد الطريق، وقال ان مصر هتكون مهمتها هي اقناع اطراف المعارضة السورية بان هم يدخلوا ضمن هذا الجهد المأمول والمبذول علشان يجتمعوا على كلمة سواء ويقعدوا حتى مع النظام للتفاوض على المرحلة الجاية للخلاص من داعش على الاقل. واشنطن في نيويورك تايمز هي كمان بتتكلم عن هذا الموضوع، بتقول او بتأمل
عبر تصريحات رسميه نشرتها نيويورك تايمز وعدد من الصحف الاجنبيه ان التدخل الروسي يكون عباره عن تدخل مخلص لايجاد حل او مخرج سياسي للازمه السوريه المستمره من 4 سنين. اما على مستوى المعارضه فواشنطن بتقول ان همها دلوقتي متابعه خطوات القاهره للتنسيق ما بين المعارضه في الداخل والخارج على ان يتم يحصل توافق في صوره نهائيه لحل هذه الازمه يرضي طموحات الشعب السوري. يا مسهل. نروح بقى الخبر. تقريبا كل المواقع الاخباريه نقلته النهارده عن جريده الشرق الاوسط، حتى المواقع العالميه نقلته عن جريده الشرق الاوسط. جريده الشرق الاوسط نشرت الحوار الذي اجراه تنظيم داعش مع الطيار الاردني معاذ الكساسبه. هذا الطيار الاردني اثره تنظيم داعش الاسبوع اللي فات بعد ما سقطت طيارته في شمال سوريا. الحوار ده نشره تنظيم داعش في مجلاته الشهريه اللي تصدر باللغه الانجليزيه واللي اسمها ضابق، واللي قلت لحضرتك قبل كده وعرضت لحضرتك صورها اللي هي اشيك في توضيبها وشكلها الاخراجي من بعض المجلات العالميه. بالمناسبه مجلة ضابق في عددها السادس النهاردة أو الرابع في عددها السادس النهاردة نشرت خريطة جديدة للدولة أو ما يسمى بدولة داعش تتضمن ولاية سيناء، وتتوعد المصريين بالعديد من الضربات القاسية في الفترة اللي جاية، وده كارثة سودة. لأن احنا كنا بنتكلم فترة فاتت عن إنه ضابق وداعش وسيناء وولاية وأنصاره المقدس. النهاردة ضابق أو داعش بتتعامل في مجلتها الرسمية على إن سيناء من ولاياتها. المهم فيما يخص بقى الحوار بتاع الكساسبه، هم عرضوا في الحوار صوره للكساسبه حضراتكم شفتوها من شويه وممكن ننزلها تاني يا جماعه، وهو لابس البدله البرتقاني اللي بتشبه كل البدل اللي بيلبسها بتوع داعش، اللي هي البدله دي حضرتك اللي بيلبسوها بتوع داعش للناس اللي بيعدموهم زي ما حصل مع الصحفيين الاجانب او الرهائن الاجانب. التنظيم بيتكلم او المجله نقلت عن الطيار، مجله ضابق نقلت عن الطيار انه الطياره بتاعته اصيبت بصاروخ حراري فوق مدينه الرقه. والتنظيم من تسريب هذه المعلومه يريد ان ينفي او يرد على نفي امريكا او واشنطن والاردن اللي نشرته الصحف الاردنيه ونشرته واشنطن بوست ان الطياره وقعت بصاروخ. عاوز اقول لهم لا، الطياره ما وقعتش بالصدفه، احنا وقعناها بصاروخ وعندنا صواريخ. اخر خبر معانا بقى في الجوله بتاعتنا كان من جريده الحياه، وفيها بقى تصعيد جديد بيحصل في اليمن. الرئيس اليمني عبد ربه منصور بيقول انه ممكن يلبي مطلب الحراك الجنوبي بفصل جنوب اليمن عن شماله. احنا بنتكلم في كارثه يا جماعه، ما حدش يتخيل كده. فصل تاني، دوله جوه دوله تاني، اعاده تقسيم المنطقه تاني. بيقول ان في حاله اصرار الحوثيين على رفض انشاء فيدراليه من 6 اقاليم وإصرار الحوثيين على مطالبهم ده هيؤدي فعليا إلى الانفصال. وخلينا نقول بصراحة، ده الأمر اللي عاوزاه الحركة، وده الأمر اللي عاوزه أطراف كتير جدا. فواضح إن في شبه توافق بين كل الناس دول إن هم يفضلوا يعاندوا في بعض علشان تظهر لنا موجة انفصالية جديدة ونعيش بقى ميزان جديد مقلوب في أقصى جنوب الوطن العربي. يمهد لانفصال جديد آخر ربما في ليبيا وربما في سوريا. عشان نشوف ونعيش كده ونشوف ساركس بيكو جديدة وشكل تقسيم جديد للخريطة ونعيش ونموت بحسرتنا، فربنا يستر. دي كانت جولتنا النهاردة في الأخبار والصحافة المصرية. بكرة إن شاء الله هنعرف مع بعض مين الناس اللي مش عاوزين نقول لهم كل سنة وهم طيبين، مين الناس اللي ما ينفعش نقول لهم كل سنة وطيبين، مين الناس اللي ما يستاهلوش نقول لهم كل سنة وطيبين على رأي أبلة فايدة. نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من الصحافة اليوم. تصبحوا على خير.